ولنقاش تقرير الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch الحقوقية حول استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم سيدي. أستاذ علي، وفقا لمنظمة Human Rights Watch فإن الانتهاكات الجسيمة لازالت ترتكب في العراق، كيف تفسر هذه الاستمرارية في ارتكاب هذه الجرائم ضد الأبرياء؟ الحقيقة استمرار الجرائم سببه هو يعني اطمئنان مرتكبي الجرائم من الأحزاب والميليشيات والجهات والأجهزة الحكومية التي تخترقها، يعني الأجهزة الحكومية والجيش التي تخترقها تلك الميليشيات والأحزاب بأجنداتها، هو الأصل فيه هو اطمئنانهم بأنهم لا يوجد يعني عملية عقاب، اطمئنانهم بعملية الإفلات من العقاب. أصل المشكلة في العراق منذ العام 2003 حتى اليوم هي الإفلات من العقاب، والتي رسختها الحكومات المتعاقبة من خلال تغاضيها وتعاميها وتغطيتها عمداً، ويعني عمداً في عدة مرات. يعني نحن أحصينا في حكومة الكاظمي بحدود 85 لجنة، وأحصينا أكثر من 450 لجنة في زمن المالكي. كل هذه اللجان التحقيقية التي كانت يعني بقصد العقاب كلها أصبحت غطاء وتقوم بعملية تسويف يعني لمقاومة الضغط اللي تقوم به منظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلام والرأي العام، يقابل يعني الحلقة الأخيرة للميليشيات لكي تفلت من العقاب هي تأتي من خلال الحكومات العراقية بتشكيلها لجان تحقيقية. وهذه اللجان يعني أين لجنة مذبحة مسجد سارية؟ أين لجنة مذبحة الصقلاوية؟ أين لجنة مذابح حدثت في الفلوجة وأطراف الفلوجة؟ أين لجنة مذابح الطارمية وغيرها؟ أنا أعتقد بأنه هذا التقرير اليوم أدان الحكومة العراقية إدانة قوية، وأهم ما بي أن نستند بإدانته إلى تقارير الأمم المتحدة في العراق، علما أن منظمة Human Rights Watch في كثير من الدول العربية تطالب بسحب التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة من خلال، لأن تقارير ممثليات الأمم المتحدة بالدول العربية تصدر بالتنسيق مع الحكومات العربية. أما هذه المرة في العراق فهي Human Rights Watch أكدت على هذه التقارير واعتبرتها وسيلة اتهام وإدانة لما تسمى بالحكومة العراقية. يبقى في هذا تقرير أيضا لمنظمة Human Rights Watch والذي ذكر انتهاكات إنسانية في العراق، وتضمنت وفقا لما ورد في التقرير اعتقالات تعسفية، قتل واختطاف. اللافت هو استهداف مناطق بعينها، كيف يمكن تفسير أو تبرير هذه الانتقائية في تنفيذ هذه الجرائم؟ الانتقائية لم تعد خافية لا على المجتمع الدولي ولا على المنظمات الدولية، خاصة فيما يخص Human Rights Watch والأمنستي انترناشنال والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. الكل يعلم الآن أن هناك عملية استهداف لمحافظات من المكون السني، القصد منها هو عمليات التغيير الديموغرافي وعمليات التهجير والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون. هذا الأمر أصبح واضح، لكن هل هذا التقرير يعني كما سبق؟ لا، هذا تقرير مميز ويختلف لأنه استند على وقائع صادرة من الأمم المتحدة في العراق، وأعتقد هذا سوف يكون وثيقة إدانة لحكومة الكاظمي التي للأسف أصبحت صفحة سوداء في تاريخ العراق، ولن تأتي يعني كل مع كل مساوئ الحكومات القادمة لم تأتي حكومة تعطي غطاء للميليشيات في عمليات القتل والنهب والإخفاء القسري
وعمليات السرقة والابتزاز مثل حكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي شرعت قوانين في البرلمان وحكومية لتغطي على جرائم الميليشيات، والكاظمي لم يتحدث بكلمة واحدة منذ تولى الحكم لهذا اليوم، لم يتحدث بكلمة واحدة عن المعتقلين ولا عن المغيبين قسرا، ولم يعيد مهجر واحد إلى مسكنه، لا في جرف الصخر ولا في منطقة العويسات ولا في منطقة العوجة وكثير من المناطق الأخرى. على غرار كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في السنوات الماضية بالعراق، اللافت كانت الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في هذه الجريمة بالذات، وباعتبارها كانت في الشوارع العامة وموثقة بالصوت والصورة، هذه الاعتقالات والقتل وغيرها من الجرائم، إلا أنه لم تتم محاسبة من ارتكبها. كيف يفسر ذلك؟ هذا أبسط تفسير هو أن الكل متورط في هذه الجرائم، الحكومة وبرلمانها وأجهزتها الأمنية هي مكونة من تلك الميليشيات والأحزاب، وأي عملية محاسبة حقيقية على تلك الجرائم تنسحب على الوزراء والحكومة وأعضاء البرلمان والأجهزة الأمنية. ولذلك العراق، يعني استنادا إلى تقرير هيومن رايتس ووش والتقارير الأخرى، العراق بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبت سواء في أحداث ثورة تشرين أو قبلها وبعدها، وآخرها مجزرة جبلة التي راح ضحيتها أكثر من 22 شخص من ضمنهم 12 طفل. هذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية. أشارت Human Rights Watch أيضا إلى محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، وتساءلت باعتبار أنه تم توجيه الاتهام لأحد ميليشيات الحشد، تساءلت عن مدى قدرة رئيس الحكومة الحالي للكشف عن مرتكبي هذه المحاولة. أعتقد أن هذا التساؤل كبير جدا ومهم جدا، لأنها تقول بين قوسين: إذا كان رئيس الحكومة، ما يسمى برئيس الحكومة العراقية، لا يستطيع حماية داره ولا يستطيع الكشف عن أسماء المتورطين في محاولة اغتياله، فما هو حال الشعب العراقي والناس التي لا تمتلك لا ميليشيات ولا سلاح، والناس العزل والناس البسطاء من الشعب العراقي؟ هذا تساؤل كبير يخزي الحكومة العراقية ويوضعها في موقف، يعني لا يوضعها في موقف يعني مثل ما كما نقول المستهدفة، لا، يوضعها في موقف مخزي باعتبارها حكومة فاشلة أمام تغول الميليشيات وانفلاتها. أستاذ علي، انطلاقا من هذا التقرير الشامل للانتهاكات الإنسانية المرتكبة في العراق، كيف يمكن استثمار مثل هذه التقارير للمطالبة بالعدالة للضحايا وذويهم والحد من هذه الممارسات؟ لا شك أن المنظمات والنشطاء ونحن منهم نسعى من خلال هذه التقارير لفضح حقيقة ما يجري في العراق وكشفه واستخدامه في عمليات رفع الدعاوي، والتي الكثير من العراقيين ونحن منهم نسعى للعمل من أجلها، لأنه هذه وثيقة إدانة دولية صادرة من المنظمات ماكنة ومستندة لحقائق صادرة من الأمم المتحدة. جزيلا لكم رئيس جمعية ضحايا السجون الاحتلالية الأمريكي الإيراني في العراق أستاذ علي القيسي، حدثنا عبر خدمة سكايب من برلين.